بنبيل عمر الاول علشان لنا تجربه. تطبيق افكار فريق الاول عشان يلخص الوهابيه في الحياه. من حوالي 15 سنه 15 سنه قامت حريقه في مدرسه في السعوديه. مدرسه بنات. ببساطه شديده جدا جت المطافي. المشكله في المطافي كل اللي شغلتها رجال. الشيوخ السعوديه منعوا الرجال ورجال الاطفاء من دخول المدرسه ينقذوا البنات. فمات انحرق 18 بنت. دي اللي انتهت بتاع المهندس. المساله هي عباره عن كده علاقه الانسان بالاخر وبالحياه. وكلها قائمه على فكره المنع مش اتباع الا بكذب من خلال ظاهر النص. وطبعا لو قعدنا فيها بالظبط وانا من انصار اذا كانت الناس بتناقش فكره فمعظم الحاضرين مثقفين معرفين الافكار او المعلومات يمكن الحصول عليها عن طريق اي وسيله معرفه ولا يمكن انها ادوات تبقى وسيله معرفه. الادوات هي عباره عن صدام فكري اكتر منها وسيله معرفه. انا مش محاضر تعليم يعني بمعنى صح. احنا جايين نتناقش في فكره وانا رايي الفكره الحقيقيه في الحقيقه ما هي ليس اثار الوهابيه على العقل المصري سبب جوهري. كلنا شايفين كلنا عايشين يعني جايين نقول لبعض اللي احنا عايشينه وشايفينه لا مؤاخذه يعني انا غاضب يعني ببساطه شديد والحياه واضحه جدا ومش جاي اقول نفسي حاسس. كلنا مين فيكم مش عارف ايه اللي حصل في المجتمع المصري من 40 سنه؟ قول لي انا عايز واحد يرفع ايده. لا جايين نقول الكلام ده لبعض. السؤال كيف نتخلص من اثار الوهابيه من حياتنا؟ هو ده اللي واجب نتكلم فيه رايه راي المجتمع. وبالتالي طب نشوف الاسباب. هو الارتباط ما بين الدين والسياسه. معنى هو ليه محمد عبد الوهاب ممكن يبقى شيخ في السعوديه ويموت وينتهي بشويه الكلام اللي قاله؟ لماذا تحول محمد عبد الوهاب الى السياسه؟ عندما اتى واحد من عائله وقرر ان يحكم عن طريق محمد عبد الوهاب. محمد ومن هنا وقتين الدين هو اسهل واعظم وسيله سيطره على الشباب. لماذا انتشرت الوهابيه؟ ما انتوا كلكم قلتوا السادات هو الذي تم. فتيجي تقول لي لماذا انتشرت في السعوديه صارت؟ طب ممكن تصل. لكن لو تتحالف السلطه السياسيه ما كانش ممكن الوهابيه تنتشر في مصر. انا عايز منتاليتي اعرف اسيطر عليها واعرف السياسه زي ما انا عايز واعرف بيها اللي انا عايزه. طب كيف نتخلص من الوهابيه؟ يعني انا لما اتفرج على برامج التلفزيون قولوا لي مين قناه تلفزيونيه ما فيهاش ما بين ثلاثه الى اربع برامج دينيه خلال اليوم. اي قناه، انا اي قناه تعجبني. ده معنى ايه؟ ايوه ده معنى انا عايز اقول للناس، انا طول الوقت بكلم الناس في ايه؟ طب هنشوف كده اخش برجل اليمين ولا برجل الشمال؟ اسلم على جاري ولا ما اسلمش على جاري؟ اصدق لو اتطلقت اخد نفقه ولا ما اخدش؟ انا طول الوقت بعمل حاجه تدين للحياه المصريه. يبقى السؤال كيف نتخلص من تدين الحياه المصريه؟ بالتكاتف؟ لا. بان احنا مش عارف نقاوم كمثقفين؟ لا. كل اللي سكت مقفول. اذا لم تاخذ الدوله المصريه موقف واضح جدا من ده انا وانت ممكن نيجي النهارده ونيجي نقعد بعد 50 سنه وبعد 100 سنه وبعد 3000 سنه ونفس الكلام. مين اللي سمح بده؟ مين اللي طيب جميع قنوات التلفزيون في وقت واحد بتقدم جميع القنوات فيما فيها القنوات المحليه والقنوات العامه وقنوات الفن والرياضه و ده معناه ايه؟ بعدين ممكن اقول حان الان اذان المغرب حان الان اذان العشاء لكن لازم اقدم. طب اقدر اقول للناس ما تقدمش؟ طبعا انا من سبب جواب هقول لك في الشام لان انت قعدت لمده 50 سنه تغذي نفسك مش هتقدر توقفه مره واحده. لا انك لازم تغير خطاب الناس بطريقه مفيش بقى غير سكه. انت عايز تقول الاذان ليه يعني؟ انا ما قلتش ارد الاذان. يعني وقفوا ليه ايه المرض يعني؟ يعني سؤال انا سالته. طب ايه المفيد؟
قول لي انت دي بقى. انا مش حاجه الان اذان المغرب والجامع ثواني هدوء لي شارع حار سؤال ما فيهوش اذان رد عليا. انا عندي رد عليا من كام يوم سفرا كنت بعرف مواقيت الصلاه من الاذان بتاع الراديو. انا قلت بس في زمن في زمن في زمن الموبايل انت معاك موبايل ولا لا؟ يعني انت في زمن انا ما قلتش في الاذان ثواني يعني فكر أنا حاجه يا راجل بما ان دولة اسلاميه اقول لكم اقول لكم اخبار عشان نفهم. حد سمع حد سمع عن الكافيه الاسلامي؟ حد سمع عن الكافيه الاسلامي ولا حد شاف الاعلان بتاعه؟ الكافيه الاسلامي اللي هو للمراقبات للعائلات المحجبات وعامل ثلاث اقسام المحجبات والمراقبات والعائلات. في كافيه اسلامي وفي اداره اسلاميه وفي اقتصاد اسلامي كل ده طب اسلامي وكيمياء اسلامي ده في جنبنا هنا خمار خماره التقوى على فكره. اما عملوها جنب الجامع فحارس الشام الاسلام عند المسلمين بالمناسبه يعني. الثقافه اللي موجوده في داخل المجتمع انت الان بتتكلم كلنا بنتكلم عن ثقافه المجتمع الانتليجنسيا بتتكلم عن قضيه ما بتتكلمش عن الحل. انت عايز تفيد هذا المجتمع؟ انا بتكلم عن الحل يا واحده يا واحده شوف في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انا بحاج في ايه يا استاذ؟ قعدنا ساعتين بنستمع لحوار خلاصته ايه؟ النتيجه العائده على المجتمع. بقول ازاي دلوقتي بتكلم على ازاي نخلص من الوقت؟ بتكلم حضرتك على تسويه الحل. انا بكلمك يا واحده يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ ما ينفعش كده واحده كده طبعا دي تاني مره كلمه ما تفضلش ما تتكلمش لو سمحت لو سمحت لا التقى الشربيني مش بتاعك وانا لا مش بتاعك لا يعني ايه انت ما تعرفوش يبقى انت ما تجيش هنا ليه انت ما تجيش انت مين انت مين انت مين انت اتفضل اتفضل يا عمك كده انت غريب جدا والله عشان بس احنا العقل الحدوده كلها ان العقل المصري معقول بقاله فتره كبيره جدا. العقل المصري في ازمه، العقل الجامعي المصري في ازمه. وهو دائما يتعامل مع مظاهر الاشياء وليس جوارها. وانا هسيب الميكروفون. الصوت ورا مظاهر الاشياء وليس جوارها. الصوت ورا مظاهر لو احنا لو بصينا لسلوكنا هنلاقينا بنتكلم عن الدين اكثر ما نمارس الدين. اللي هو صحيح الدين. دايما بنتكلم يعني حكينا وانا حتى شفت غير مقطع كلامك بندي جايزه للواد اللي يحفظ ونحبس اللي يفهم. مش دي مش دي القضيه. القضيه اكتر من كده. هو في فرق بين التدين والتدين. التدين حاله عقليه، التدين حاله عصبيه. وبقى التدين حاله عقليه فيها وعي والاسلام هو اول كلمه فيها اقرأ. القراءة دي عبارة عن استخدام ملكات كتيرة اخرها انك بتاخد قرار. يعني بتحلل بتعرف بتفكر بتستنتج وتاخد قرار. طبعا في جزء كبير انا اسف حتى جزء كبير جدا لو سألت حضراتكم من الناس اللي بيدافعوا عن الدين كويس قوي سألت لهم من قرأ القرآن قراءة متأنية وحاول هو نفسه يفهم يحاول يفهم فيه بشكل مباشر لان انا ما اقدرش استوعب ان في واحد من 1400 سنه بيفهم احسن من واحد النهارده سنه 2023 لسبب جوهري حجم المعارف الانسانيه التي انتجها البشر من بدء الخليقه سنه 1900 تعادل حجم المعارف الانسانيه اللي انتجها البشر من 1900 ل 1950. يعني البشر في 50 سنه بس انتجوا كل المعارف اللي انتجوها في 9 كل تاريخهم كله. الانسان انتج من 1950 ل 1975 ادي كل المعارف اللي انتجها من بدء الخليقه سنه 1950. العالم بيغير معارفه الان كل 5 سنوات وانت جاي تقول لي ان الشيخ فلان او علان ممكن ان يكون بيفهم اكثر وعقله اكثر ادراكا واكثر سعه الى 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 اخره. طبعا ده يعني محتاج طولان ومحتاج تفكير لان ما كانش في علم نفس، ما كانش في علم اجتماع سياسي، ما كانش في حاجات كتيره جدا، ما كانش في علم اقتصاد. الحياه لا يمكن ان تفسر من جانب واحد.
اللي هو الجانب اللغه العربيه. ده كلام مش منطقي ومش مش طبيعي. وبالتالي الازمه كيف نصلح العقل؟ العقل قدامنا حاجات محتاجين التعديل ومحتاجين الثقافه ومحتاجين الاداب، بس كل ده لازم وراه قرار سياسي واضح. بمعنى الاعلام اللي هيتقدم من الناس اي نوع من الاعلام؟ هل الاعلام يخاطب العقل يعلمهم التفكير ولا يعلمهم الطاعه ويعلمهم النقل والحفظ والاتقان ما يقال لهم؟ هل التعليم بيساعد على التفكير ولا ان انا اتعلم اذا لقيتش استاذي او مدرسي فيبقى ده عيب وما ينفعش الى اخره؟ يبقى الثقافه والتعليم والاعلام دي الروافد الاساسيه ده. بس بدون قرار سياسي انت تحرس في البحر. ليه؟ لانه في النهايه الطريقه اللي انتشر بيها هو الطريقه اللي عملها السادات. السادات عمل كده ومصر كلها مشت في السكه دي. يبقى الطريقه الوحيده الراجل اللي عمل كده يجي حد محله يقوم شايل الحدوته دي كلها ويبدا المجتمع يتحرك. هل المجتمعات بتتغير؟ اه بتتغير. الثقافه بتاخد وقت؟ اه بتاخد وقت. الثقافه بتاخد وقت لكن طريقه التغيير ممكن جدا جدا. وشكرا لك.